له كتاب الملاحم باب في خبر ابن صائد. ابن صائد أو ابن صياد. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عاصم حشيش بن أسرم من الأسود، أبو عاصم النسائي. قال النسائي ثقة، قال الدرقني، قال السلمي عنه ثقة، قال ابن يونس كان ثقة، قال مسلمة بن القاسم قال ثقة. قال حدثنا عبد الرزاق صاحب المصنف ثقة ثبت، لكن عمي في آخر عمره فتلقن وكان يتشيع. قال أخبرنا معمر بن راشد الأزدي البصري اليماني من الثقات، وقيل من أزدة الناس في الزهر، وقيل ليس من أزدة الناس في الزهر، عن الزهري، والزهري هو أمير المؤمنين في الحديث، عن سالم، وسالم بن عبد الله بن عمر في قول أنه من الفقهاء السبعة، وهو أثبت الناس في أبيه، عن ابن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، من العبادلة الأربعة ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، صحابي ابن صحابي، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بابن صائد في نفر من أصحابه فيهم عمر بن الخطاب وهو يلعب مع الغلمان عند أطم بني مغالة. الأطم هو المكان المرتفع كالحصن يعني، عند أطم بني مغالة وهو غلام، فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده، ثم قال: أتشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنظر إلي ابن صياد: أشهد أنك رسول الأميين. شوف الكذاب الخبيث، وعلى فعل اليهود. ثم قال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فقال: آمنت بالله ورسله. كذاب دجال. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يأتيك؟ قال: أتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليه، أو خلط عليك الأمر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني خبأت وقد خبأت لك خبيئة، وكان تخبأ له يوم تأتي السماء بدخال مبين. أجل كده أنا مش قاعد 13 زي صدق أقول عليك كده أنا مش قاعد 12 مش 13. فقال: إني خبأت لك خبيئة. فقال: الدخ. فقال رسول الله: اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر: يا رسول الله، إذا لي فأضرب عنقه، عنقه فأضرب عنقه، إذا لي فأضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيكن فلن تسلط عليه. يعني كان الدجال لست أنت قاتله، ابن مريم قاتله عليه السلام، وإلا يكن فهو وإلا يكن هو فلا خير في قتله، لعل الله تعالى يبقيه عمرا فيتوب ويسلم. هو أسلم ابن صياد. طيب هنا في الخبر يقول: خبر ابن صياد، خبر ابن صياد، ابن صياد، خبر ابن صياد، ابن صياد. اشتد الأمر على الصحابة واختلفوا في أمر اختلافا عظيما، لأن ابن صياد كان ساحرا، كان من الدجاجلة، ولما ازداد الشك في ابن صياد على أنه الدجال، جاءه ابن عمر وقف له أمام السكك في سكك المدينة، سمع له صوتا كالحمار، ضربه بالعصا فانتفش وانتفخ حتى سد الطريق، انتبه حتى سد الطريق. فقال ابن عمر لحفصة على ما فعل، قالت: علامة، أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه سيخرج من غضب يغضبها؟ فنهته عن ذلك، وهذا كما قلت من الشك فيه، وهو أيضا دجال من الدجادلة. طبعا في رواية أبي سعيد أنه كان معه إلى من المدينة إلى مكة حاجا، فطرح عليه فقال له: أرأيت ما يزعمون؟ يزعمون أنني الدجال، كيف يختلفون بذلك؟ النبي قال أنه لا يدخل مكة ولا المدينة، وأنا ذاهب من المدينة إلى مكة،
يقال بأنه لا ولد له وأنا لي كم وكم من الأولاد. وهو قد دخل الإسلام حتى اقتنع ثم قال اعلم أنني أعلم أين هو ومن هو ولو عرض علي ما رددته. فراجع الشك فيه مرة ثانية ويقال حتى بعدها اختفى لا يعرفون أين ذهب. لكن المؤكد أن ابن صياد ليس هو الدجال، هو دجال صغير من الدجاجلة لكن ليس هو الدجال. الدجال إلى يوم الناس هذا موجود مخلوق، وهو مسلسل كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أو شك أن يخرج. أما الحديث ففي الحديث مسائل. المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف أمر ابن صياد ولا أوحي إليه هل هو أم لا، وكان يشك في أمره لبعض الكهانة والسحر الذي كان فيه. لذلك ذهب النبي فوجده يلعب مع الصبيان وهو غلام، يعني لم ينازل الحلم، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم على ظهره بيده، وليس ضربا مؤلما هي كما يحدث بين الأخ وأخيه. فقال له النبي أتشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنظر إليه ابن صياد وقال أشهد أنك رسول الأميين. وهذا دأب اليهود الملاعين. ها؟ كم من اليهود؟ من اليهود هو. وهذا ديدنهم، لا يستطيعون رد النبوة والرسالة لأنها ظاهرة. من هنا غالبا فقال أشهد أنك رسول. ثم قال ابن صياد جرأة ووقاحة وبجاحة، قال تشهد أني رسول الله؟ شوف. لذلك عمر قال دعني أضرب عنقه. خلاص بفضل الله هم بيبقوا فينا. قال دعني أضرب عنقه، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال له تشهد أني رسول الله قال آمنت بالله ورسله. قال آمنت بالله ورسله، يعني أنت لست رسول الله وأنا مأمور شرعا أن أؤمن بكل الأنبياء والرسل، لأنه غلام، كان غلاما غير مكلف. قل لما لم يقتله؟ لما قال له ذلك كان له أن يقتله. فالسؤال الذي يطرح نفسه لما لم يقتله؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال آمنت بالله ورسله، بأن الإيمان برسول، الإيمان بكل الرسل إيمان، والكفر برسول واحد كفر بجميع الرسل. كذبت قوم نوح المرسلين، جميع المرسلين. ولما لم يقتله؟ توجيهات. التوجيه الأول مهادنة مداراة، لأن اليهود من أهل الكتاب وكان يريد أن يكسب ودهم فلم يقتل، وهذه نظرة من النبي لمقاصد الشريعة. وقيل أيضا لم يقتل لأنه لم يبلغ الحلم، والتوجيهان صحيحان. ثم سأله النبي ما يأتيك؟ قال يأتيني صادق وكاذب. قال النبي خلط عليه، خلطوا عليه، بل هذا هو الأصل في الجن. قال صدقك وهو الكذوب. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم اختبارا إني خبأت لك خبيئة. قال الدخ، شوف مستمع استرق السمع سرقها، والدخ لغة تانية الدخان، وبعضهم نازع بذلك، لكن الحق أنه يركب بعضهم على بعض الجن حتى يصل إلى صريف الأقلام في السماء الدنيا فيسترق السمع. وبعد ما بعث النبي كان إذا استرق السمع إما أتاه الشهاب في لحظتها فلا يوصل ما استرقه، وإما يمهل فيخرقر الكلمة ثم يأتيه الشهاب. لذلك قال له الدخ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك، أنت دجال ساحر لن تعلو هذا القدر، اخسأ فلن تعلو قدرك. فقال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال له النبي إن يكن هو فلا سبيل لك عليه، يكن هو فلا سبيل لك عليه، إن قاتله هو ابن مريم عليه السلام، وإن لم يكن فلا خير في قتله. نعم، لأنه لو قتله عمر اليهود ويكون فيهم ما فيهم من التأليب، وتعلمون الخبث والتواهي في اليهود. فلذلك منعه النبي صلى الله عليه وسلم من أن يقتل ابن صياد، ولأنه ليس بالدجال، ليس هو بالدجال، وهو دجال من الدجاجلة، وهو دجال من الدجاجلة. نعم، فمنع النبي عمر من قتله. الفوائد المستنبطة: النظر
بلا مقاصد الشريعة. ولي الأمر له النظر في مقاصد الشريعة. انت عمي انت كنت سارح في كواكب أخرى. انت معها الديناصورات التي اندثرت في كوكب آخر. من الفوائد هذه ليست فائدة. مش تتعت الديناصور. لا. من الفوائد أيضا جواز الذهاب إلى الكاهن لاختباره. فلا يجوز الذهاب إلى الكهنة لسؤالهم. جواز الذهاب إلى الكهنة لسؤالهم لاختبارهم. استغفر الله لاختبارهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا. سمعك انت وانت صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40. قال: ومن أتى كاهنا أو عرافا ثم سأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. لكن هنا النبي أتى ابن صياد صائف، أتى ليختبره. فيجوز في حالة واحدة الذهاب إليه إلى الكائن لاختباره وكشف عواره للناس. وهذه ليست لأي أحد. الناقد البصير العالم. حرمة الاستعانة بالجن. من وين بقى هذه حرمة الاستعانة بالجن؟ حرمة الاستعانة بالجن. هذا باشمهندس نعيم. نعم. قال خلط علي. يبقى إذن قال وقال أخسف لن تعلو قدر. الدلالة واضحة جدا في قوله خلط عليه، دلالة على مسألة الجن صادق وكاذب. هو الذي قال صادقك وهو كذوب. فلا يجوز الاستعانة بهم. نعم. قد يسقط الحد لمقصد من مقاصد الشريعة. اصبر يا نصير. لمقصد من مقاصد الشريعة. قد يسقط الحد لمقصد من مقاصد الشريعة. عمر رضي الله عنه في عام الرمادة فعل ذلك. حد ابن صياد في ادعائه النبوة وتكذيبه، استغفر الله، لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم على عموم نبوة النبي صلى الله عليه وسلم يقتل بها. ما قتله إما للتوجيه الأول بأنه ما زال لم يبلغ الحلم، وإما أن نقول أنه كان بيلعب على الغلمان والصبيان، وإما أن نقول هي المسألة كانت مدراء لليهود يريد أن يتألفهم وأرجع قتله في ذلك. وهو قال: لا خير لك في قتله. نعم. وكأنه بيّن العلة أيضا. نعم. أرجو أن تكون الفوائد وترية. سبحان الله. الفائدة الخامسة: جواز الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب الخامسة: جواز الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه اجتهد يرى هل هو ابن صياد والدجال أم لا.